تقطع ربما دير البوط بس تقطع باش عاد يمكن لك تدخل في وسط المارسي. خصك تقطع ربما دير البوط بس تقطع باش عاد يمكن لك تدخل في وسط المارسي. دابا الناس انا راهي اللي رجعتي للهضره الاولى اللي قلت لك، قلت لك بانه احنا يمكن هاد الناس ديال مدينه كناس راه ناس صبارين بزاف والله الا تنقسم لك فمي باليمين المعظم الى احنا ناس صبارين بزاف ماشي شويه بزاف، اقسم لك بالله تنعاود نحلف بالله الا ناس صبارين، وعندنا داك المفهوم ديال غدا غادي يكون احسن طابع على 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 السكينه، وهذا راه هذا راه نوع من القدر يسره وخيره، ولكن هذا نوع كذلك من انه الناس عارفه بانه سوف ياتي يوما راه فيه الحساب، لانك راه تيقول لك بعض المرات راه انسان ما انسان اللي تيعيش وما تيتفكرش هذا الشيء هذا في النهار وفي الحياه وفي الدقيقه وفي الساعه، هذاك راه ميؤوس منه ما غتسناش منه شي حاجه، راه اللي غتسنى منه شي حاجه هو يجي يقول لك خصني نشوف هذه وشنو غتعطيني، واش غادي تضرب هادو الا غتضر غير بجوج وغادي تنجح 10 ما غادي نديرها، ولا غادي تضر 10 وغادي تنفع جوج ما نديرهاش، تيكون عنده داك المبدا ديال العدل في نفسه. ودابا انت دخل المارشي كتلقى الا جيتي دابا دخلتي دابا حنا صاحبك دابا بل 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 بميتو بل بالمسائل ديال التصوير ونمشيو تما، راه كلشي تزوق عليك كلشي يبغي يهضر كلشي يبغي يقول لك اللهم هذا منكر، ولكن ها هما الحال ها هما قانعين بداك الشيء اللي هادي، لربما القدميه ديال داك السوق كتخلي واحد الزبناء اللي هما متعودين انهم يجيو، يعني ما يمكن لهمش يمشيو لبلايص اخرى تيجيو للمارشي وكيتعاملوا مع الناس ديالهم، ربما هما اللي تيخليو ديك الضائقه ديال الماديه ما تاثرش اكثر من القياس، وبالنسبه لهاد العواشر كتكون عاوتاني واحد الحاره. ولكن دابا الا دخلتي للمارشي وقلتي لهم اودي شنو كتقولوا في هاد، راه كلشي غادي يقول لك حنا راه رافضين هذه المساله. واضح. اذا سيدي موضوع اخر اللي هو التواصل او عدم التواصل ديال الجماعه مكناس، بدون ما نذكروا شي شخص ولا هذه الجماعه بصفه عامه، حنا بحكم كاعلام كنشوفوا مشاكل او اختلالات كاينه كنحاولوا نوصلوها للمسؤولين الجماعه، على الله وعسى انهم يلقاو لها حل، كنلقاو الابواب مغلقه علينا. فعلا. لكن حيت نكونوا باغيين نوصلوا للحق للوصول الى المعلومه تلقاو الابواب دائما موصده امامنا ومغلقه، فانتوما كجمعويين واش انتوما عندكم هذه القضيه دي ديال ابواب الجماعه او ابواب التواصل في الجماعه مغلق، او انكم كتلقاو انتوما واحد الاجابه على الاسئله ديالكم مثل هذه الاسئله اللي كنطرحوا اليوم؟ ما كاينش فرق اللي كاين هو ربما كتانسيستي على واحد الحاجه، ربما عندي بغيت نبحث عليها نعطيكم بالصوره وباش تشوفوا بان هذا كان طلب ديال واحد ديال الجمعيه الاقليميه ديال المرشدين السياحيين بمدينه مكناس، وداروا طلب في اول الفتح الحدود في المغرب من بعد الجائحه، كانوا باغيين يشوفوا واحد استراتيجيه ديال العمل مع الرئيس وكذا وهادي، وانا بصفتي كنت مسديد داك الطلب المكتب الضبط وحطيته وشعرته من بعد 4 ايام ولا 5 ايام، قلت له دير السيد الرئيس راه كاين واحد الطلب راه حطوه لك الناس ديال الجمعيه ديال المرشدين الاقليميين اللي انا واحد منهم، ودابا الله يجزيك بخير راهم تيطلبوا واحد الوقيته ديال التواصل، راه بغاو لان راك عارف الجائحه وما ربما بغاو، وكان في على ديك الساعه لازلنا على الابواب عاد ان غادي تقدم الاشغال غادي عاد تسلم للشركات ولا غتسلم المقاولات اللي غادي ياخذوها، وفعلا كنا نقطه من النقاش هو انه لا حبذا انهم يخليو معلمه وحده، لانه كان ديك الساعه باش نكونوا واضحين ديك الساعه كان كلشي ساد، من بعد انه حطينا الطلب المقاولات يعني فاش عطاوهم الاشغال يعني انكو مكناس تسدات، يعني كنهضروا على مخازن الحبوب، اسطبلات الخيول، ساري الصواني، دار حسن مولي اسماعيل كان ديك الساعه مسدود، المدرسه البوعنانيه، حبس قاره، قصر المنصور، يعني ما بقى حتى شي حاجه محلوله. دونك حنا كنا تنحبدو غير لو انه كانت واحد استراتيجيه وكان واحد المطلب، ولا ربما حنا فعلا حنا حاولنا ديك الساعه مع السيد المندوب ديال وزاره الثقافه باش انه نتواصلوا معاه ونحاولوا ما امكن انه يخلي حاجه من الحوايج لربما السائح اللي جا لمدينه مكناس من بعد الجائحه، راك عارفهم الجائحه وما ادراك ما الجائحه اللي هي دات الكثير ودات ودات ودات، ولكن
تسنينا انه شي 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 نهار يعيط ويقول لك اودي مرحبا انا رصيت النهار في الفلاني. اليوم اللي تنسجلوا هذا اللقاء هذا عمر يعني ربما لم يتم الجواب بس ما نمشيوش نقولوا بانه راه كاين عنده واحد الاهتمام بواحد الفئه وفئه. يعني الا كنتوا نتوما واحدين من اللي دريتوا بهذه المساله هذه فانا قلت لك طلب راه محطوط في مكتب الضبط بتاريخ المؤرخ عليه. الجمعية هي حاضرة في مدينة مكناس يعني ما كاين ما تواصلش معها هذه المسألة. هذه إلا جينا نشوفوا مسائل كي قلنا مسائل شخصية ولا شي حاجة فعلا كانت شوية ديال المسائل اللي هي كانت هي قبل أو بعد أو لا هذه أو لا هذه في إطار أن كنا كان دائما على يد المساعدة. وإنما بالنسبة لهذه المسائل ديال هذه ديال الرأي العام ولا هذه ولا هذه ولا هذه يعني ما كانش شوية استجابات بعكس لأن هذه أنا لاشتا ولا نادي عشتا مع تجار المدينة يعني جلس معهم كجمعية ديال جمعية ديال تجار المدينة القديمة اللي كترأسها رمت أنظن الأخ المدرسي وكاين مع المنعشين العقاريين والناس ديال المقاولات ديال البناء وكذا لأن هذو كان عندهم مشكل ديك الساعة كانوا كيطرحوا المشكل شكون اللي تيوقع لي بلون شكون اللي تيوقع اش كيسميوها باللغة ديال التعمير يعني التعمير كنجنو كان كيقول لك بأنه كان عندهم مشكل وتجمع معهم وعطاهم واحد الملخص وفعلا خرجوا من ذاك المشكل. ما رأيك في تهمة التشهير اللي كتعرض لها ولا كتهدد بزاف ديال الناس ومنهم الاعلاميين او الفاعلين الجمعويين او غادي نقول اللي كيقول كلمه حق كي كي كيتابع بتهمه التشهير مع العلم انه ما كيخوضش في شي حوايج شخصيه ديال الشخص وكيهضر في شخصيه اللي هي عموميه او سياسيه. فشخصيه عموميه او سياسيه ما غاديش نقدروا نقولوا انه عنده حياه شخصيه وماشي حياه شخصيه فهو كيخدم العموم يعني شخصيه عموميه وإلا هدرتي عليه كتسم كيقدر يتابعك بتهمة التشهير وخاصة هادشي الربيع اللي كنشوفوا تعرضوا ليه بعض الزملاء الإعلام وبعض الجرائد اللي مراسلين ديالها كانوا يتابعوا قضائيا من أجل أنهم ناقشوا موضوع المدينة أو أنهم ناقشوا أمر اللي تهم المدينة. فسي بداح انت شنو الرأي ديالك في هادشي؟ تتمة اللي ما كنا تنهضروا فيه هذا نكونوا واضحين هاد المسائل هادو احنا نتمين ما قام به الناس ديال البرلمان ديالنا المغربي في تصدي لما قام به البرلمان الاوروبي. وإلا جينا نقارنوا هاد النقطتين راه هذا هو النقطه راه دخلوا لنا في مجال الحقوق وحنا نقولوها ونفتخروا تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. راه الا جينا نشوفوا من الالفيه اللي بدا فيها لدابا راه يمكن كنخصنا على الاقل قرن باش نوصل لهاد النتائج اللي دابا حنا تنعيشوا فيهم. وخاصه نكونوا واضحين راه شوف نكونوا واضحين مجال اللي هضر فيه جلاله الملك والمجال اللي حلل فيه الاستراتيجيه ديالو ديال حقوق الانسان الدستور 2011 الاتفاقيات المغرب كتلقاه حاضر دائما في الاتفاقيات الكبرى اللي هي كتخلص المغرب من انه يجي واحد النهار ونسالوك نقول لك علاه لا ما بغيتيش تجي تشارك معنا. المغرب دائما حاضر في شخصيه مالكه او في شخصيه الجهات المختصه. هانتوما كتشوفوا هادشي كله اللي واكبناه واش حنا عادي يجي الاتحاد الاوروبي ويقول لك لا عندنا قضايا فيها تهور القضاء في المغرب. ولكن الرد راه كان جميل والرد راه كان مقنع وحنا ربما ما ندخلوش في المسائل اللي هي في التفاصيل اللي هي وانما كنعطيو اللوب ديال الموضوع هي اننا حنا نتمين ما قدمه المغرب من اوراق اللي هو تيثبت بانه العكس ذلك. وهاد المناوره وهاد السياده وهاد المسائل اللي كتوقع يعني راه المغرب فاطم بهاد المسائل هادو لا داعي للتلاعب بهاد المسائل لان المغرب ولا قوه نقولوها بالفم العامر نقول بانه المغرب ولا قوه عظمى. راه كاين الناس اللي مازال كتخيل انه الناس كنا مازالين عايشين في القرون الوسطى ولا شي حاجه اللي ربما كتخليهم انهم يكونوا تيفكروا دائما انهم يقيسوك بهذه المسائل هادو. ولكن حنا منين ندو
ونديروا هذا الشيء ونقولوا دائما احنا بانه عندنا مفاتيح القوه ديالنا هو اننا احنا شعب متماسك وشعب متلاحم مع السياده ديالو مع الملك ديالو، فلا داعي باش اننا يجي واحد الفئه ماشي نقولوش الكثير وانما فئه وتقلل من هذه الشؤون هذه وتبغي دير الضغط ديالها على هذه المسائل هذه. تنقسمك فمي بالله، الى عندنا ناس نزهاء من الامن وعندنا ناس نزهاء من النيابه العامه ومن القضاء ومن الاسرات القضاء كاملين اللي هذه الشهاده باش كيتعرض عليهم دير هذا الشيء ديال التشهير ولا دير هذه الشهاده، قسما بالله الا تيقبض داك الدوسي تيقول لك واش هذه الشهاده مازال حنا غادي نوصلوا له، ولا سيما فاش كيكون بحال هذه المسائل. لا انا ضد انه تجي انسان عادي وتخلق له مشكل بانك صورته. لا في الفعل احنا ضد هذه المسائل هذه. اكيد كاين قانون. نعم كاين كان السيد وزير العدل قال واحد الكلمه في حق هذا الشيء هذا وقال لهم اودي السيده فعلا انا كنقول هنا برافو لهذه النقطه هذه. السيده كتشطح في عرس او لا راجلها تيشطح في عرس صورته انت يا كذا تنشر فعلا وقع مشكل وقع يعني هذا الشيء هذا كيدخل في هذه المسائل هذو اللي هما فعلا احنا ماشي عيب انه يتضرب بالحديد من هذه المسائل هذو. ولكن انا تنهضر على شخصيه عموميه اللي هي ما دارهاش شي واحد قدرتها انا ودارها احنا. راه شوف احنا تيمكننا نهضروا على موظف دوله، كما يمكننا نهضروا على هذا، كما يمكننا على نهضروا على هذا في اطار الاحترام. حنا المهم ديالو حنا الى عندنا ديك الموظف ارتكب واحد الفعل اللي هو جرمي وربما بغينا حنايا انه ديك الفعل الجرمي انه غادي يخلق واحد المشكل للمدينه ديالنا يمكننا خصنا انا بالنسبه لي عشت واحد المشكل مع واحد الصديق ديالي وصراحه لان دابا حنا تنهضروا بصراحه الصديق ديالي انه قال فعلا قال وصرح بانه انا تعرضت لمسائل بزاف وهذه والناس اللي ردموا المدينه والناس اللي داروا المدينه وفعلا قال اسم او لا جوج عادي قال بانه لان هادو شخصيات عموميه درناهم حنا درتهم الساكنه. ولكن هاد السيد هذا فاش قال هاد المساله هاني تدوز عليه 4 أيام 5 أيام تتجي في حقه استدعاء من طرف الضابطه القضائيه بانه يطلع يسمعوا له في الاقوال ديالو. ولكن حنا ماشي ضد انه يسمعوا له الاقوال ديالو، ولكن شكون هو المتهم؟ شكون هو الضحيه في هذه الاقوال اللي يسمعوا له؟ تشهير بشخصيه عموميه، شكون هي شخصيه عموميه؟ وشخصيه عموميه واش شكون هذا اللي غادي يقدر يوصل لهذه المساله هذه واللي غادي يقدر يقول هذه المساله هذه؟ شكون هو؟ بغينا نعرفوا شكون هو. وهذه المسائل هذه ما تنقولوش بانه راه ما كايناش، هذه راه هي ورقة بأنها هي كتعطينا بأنه السيد هذه الاستدعاء اللي جاته من طرف الضابطة القضائية على أساس أنه عنده تشهير. تشهير في ماذا؟ تشهير في ماذا؟ أنا هدرت على رئيس الجماعة أولا هدرت على النائب الأول أولا هدرت على النائب الثالث أولا هدرت على المستشارين أولا واش هذا تشهير؟ لا أنا هدرت على رئيس الجماعة أولا هدرت على النائب الأول أولا هدرت على النائب الثالث أولا هدرت على المستشارين أولا واش هذا تشهير؟ لا